السلام عليكم جميعا وحياكم الله عندنا في القناة. اليوم راح نتكلم عن يد السي 40 حقت أسترو. هذه اليد يسمونها يد المحترفين، ومن منظرها بتشوف انها تحس انها كذا فيها احساس يد المحترفين، عندك كذا ملمس حقها مرة كويس، ويدها اليد نفسها شوي ثقيلة برضو، ووزنها اذا ماني غلطان حدود 310 جرام، وهي اثقل من يد البلاي ستيشن 4 العادية اللي هي حدود 209 جرام. ملمسها برضو كويس، عندك من تحت عندك هذا الملمس اللي يخليها تقدر تمسكها فترة طويلة بدون ما وحتى لو عرقت يدك يعني ما راح تزلق منك ابدا. هذا اليد يجي معها برضو شنطة، الشنطة هذه فيها الاكسسوارات الزايدة حقتها، عندك الانالوج، عندك المفك حق البراغي اللي موجود في اليد، قطعة اليو اس بي اللي تحتاجها حتى تشبكها على البلاي ستيشن 4 او البي سي، ما تشتغل الا على الجهازين هذولي بس. طبعا عندكم برضو الانالوج الزايدة هنا اللي يمديك تفكها انت وتغير وتختار الانالوج المناسبة لك. طبعا التعديل ما ياخذ منك الا ثواني، بس عندك البراغي هذه فكها حتى تغير نفس القطعه الاساسيه اللي موجوده مثل الدي باد، وتحط مكان الدي باد مكان الانالوج الثاني، او انك تقدر تعدل بس عن الانالوج بالحالهم وتجي قطع زايد من الانالوج مثل هذه وتقدر تركبها على طول بشكل سريع وتسمع صوت الطق. طبعا في واجهه الكنترولر او اليد نفسها بتلقى الازرار الاساسيه حقت البلاي ستيشن، الاكس مربع مثلث والدائره، الدي باد، زر البلاي ستيشن الاساسي، وعندك طبعا التاتش باد حق البلاي ستيشن هنا موجوده، زر شير وزر ستارت. لكن لما تناظر اليد من فوق عندنا زرين مختلفين وفتحه المايكرو يو اس بي. في زرين، الزر اللي على اليسار اللي على يسار المايكرو يو اس بي او يمينكم لما تناظرون في الشاشه هو زر البروفايل اللي تقدر تحفظ فيه مواصفات معينه للعب معينه. فمثلا البروفايل الاول بيكون حق العاب الشوتر اللي تقدر تحط فيه تخصيصات معينه، والبروفايل الثاني حق لعبه مثلا خلينا نقول فيفا وفيها التخصصات الثانيه اللي تبغاها انت. ومن وراء اليد بتحصلون زرين موجودين زياده يمديك تخصصهم بالشكل اللي انت تبغاه، فيمديك تخلي هذا الزر يصير مربع وهذا الزر يصير R2 لو حبيت. وبرضو غير هذا الاشياء الاثنين عندك الزر R2 والL2 مداهم يمديك تعدل عليه، فهالحين مداهم كامل يمديك تدعسهم حتى اخر شيء، لكن لو ترفع هذول الزرين اللي ورا صار مداهم شوي قصير، يصير يمديك تطلق اسرع لو انت مخصص هذا الزر للطلق ويخلي طلقك مره سريع. طبعا اخر منفذ عندنا منفذ 3.5 ملم اللي يمديك تشبك عليه سماعاتك. مثل ما انت شايفين اليد ما فيها شيء شاطح، وهي مصممه حتى تكون مريحه للعب الطويل. تقدر برضه تحمل برنامج معين موجود في موقع استرو يخليك تخصص كل شيء في يد السي 40. حتى تقدر تعدل على اليد يبيك تشبكها في البي سي حقك عن طريق اليو اس بي، ما يمديك تسويها عن طريق الوايرلس ابدا، ومن هناك تدخل على البرنامج وتعدل فيه على مستوى حساسيه الانالوج نفسهم، بحيث مثلا لو حركته على اخر شيء صار يصير مثلا يتحرك 50% من ناحيه الحركه لك في اللعبه. برضو يمديك تعدل على حساسيه الL2 والR2 تخليه مداها اقصر برضو عن طريق البرنامج، وعندك طبعا تعديلات بشكل عام على الصوت والمؤثرات اللي موجوده داخل اليد. باختصار تقدر تفصل كل شيء متواجد في اليد عن طريق البرنامج زياده غير التفصيلات والتعديلات اللي تقدر تسويها من برا من ناحيه الازرار ومن ناحيه الانالوج والديباد. عمر بطاريه اليد بتكون 12 ساعه للشحن الواحده. وهذا كان انطباع سريع ليد السي 40 من أسترو. شاركونا في التعليقات وش اللي عجبكم في هذا اليد. كان معكم نواف النغموش، يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.